ابو نوري لقد اطلع بديك عشان ما اطلع بروحك ديك ميت ومذبوح شو عم يطير يا ابو امني يا ابو يا رح ضربك رح ورجيك شو صار الله وكيلك بس هيك شو انا كنت واقف هون عم سد السكينه الله وكيلك عم بعمل هيك 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 فجاه بديك عمل وطار معقول يكون هذا لك الله لا يوفى عم تضحى لك منين اجيت انت يا أبي لك قتلت أبي لك الله يا زعيم أنا شمعون من حارة اليهود وهذا الزلمة قلع لي عيني بسكينته الله وكيلك مو قصدي يا زعيم الله وكيلك مو قصدي لك قصدك ولا ما قصدك أنا بدي حقي منه زعيم شو الحق اللي بدك يا نقلع له عينه مثل ما قلع لي عيني معيتك أبو نوري بدي إياك تنظف لي هديك وتحط لي الجناحات على حال والفخاد لحال والصدر تأملي منه العظام ويكون جاهز للطبخ شو بصفي شو شكله عندك اليوم عزيمة محرسة أنا وشي وش عزيم أنا وشي وش عزيم الله يرضى عليك القصة وما فيها إنه أنا اشتغلت شغلي عند واحد بالأرض قام عطاني هديك دبح وعطاني إياه بقى بدي إياك جهز لي إياه مثل ما كان بدي أعمله شي 4-5 طبخات بالشهر كله بدي أكل لحم كل الشهر بدك تاكل منه يخلي لك شيء فخده وجارح للشهر اللي بعده ويلو للمبذرين لا تمسخر ابو نوري لا تمسخر اعمل مثل ما عمل لك وبجرتك مو ببلاش خلص لا تاكلهم روح دغب لك شيء ساعه زمان ورجع بتلاقيني فصفصت لك يا ايه ماشي وينك ابو نوري ايه رضاي عليك دير لي بالك عديك منيحه فهمت لك لا تخاف لا تخاف ما راح يطير من الدكانه خلص تتظرف يعني السلام عليكم وعليك السلام خلص يلا هم ايه ايه غيب غب لك ساعة وتعال تقول دام احكمش ومو شايف قدامه لكله ديك وبده ياكل منه كل الشهر ايه علي ما علي انا بوقعة وحدة بخلصه الله يسعد لي ايامك كلها يا شهيرة ويخلي لي اياكي اللي لي بدك شيء بروح على المضافة ايه والله يا ابن عمي بدي ديك مقطع منظف جاهز مجهز ليش شو بدي تطبخي؟ بدي اعمل ديك مشوي بالفرن يا عيني يا عيني طب اذا عملناها باللحمه صينيه بطاطا باللحمه ما بدي بعدين تطلع بعين الصبي انا هيك مشتيه ديك مشوي بالفرن لا كل شيء لا تطلع بعين الصبي تكرم عيونك هلا بروح عند ابو نوري بجيب لك ديك بلدي مقطع ومنظف تمام جهزي الصينيه انت وانا برجع بعد ساعتين اذا الله راد باخذها على الفرن منيح منيح كثير الله يخلي لي اياه تكرم عيوني دورني لك انا ما بخلي بنفسك شيء يا روح قلبي يلا خاطري الله معك الله يرضى عليك السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته لك نورت الزعيم والله الله يرضى عليك طمني شلون الشغل ابو نوري الف حمد وشكر الله بعالي سماه مفضل علينا لك يا زعيم ايه والله الف الحمد وشكر لله ايه ابو نوري ايه بدي ما عندك ديك ظريف ايوه تذبحه وتنظفه منيح وتقطع لي والله ما بنعز عليك يا زعيم الله وكيلك الله اليوم جبر بخاطري وخلص القفص عبكير ما ضل عندي لا جاجة ولا ديك لك شو هالحكي ايه حرمتي متوحمة على ديك واذا ما اخذت الا ديك تطلع الوحمة بعين الصبي والله لبختي طيب يعني شو حلك يا زعيم هذا الديك لمين هذا الديك لابو وصفي حط لي اياه بكيس واعطي لي اياه صلي على النبي لك يا زعيم شو بدي له لابو وصفي اذا قال لي وين الديك تبعي؟ قل له طار من الدكانه ولك شلون طار لك يا زعيم؟ ما ابو وصفي جاب لي اياه مذبوح ومتوف اذا اجى لعندك ابو وصفي واكيد رح يجي لعندك مشان ياخده وما صدق انه طار بتجيبه لعندي وانا بحل لك مشكلتك معه خاطرك سلامة شو ام دوري جاهز الديك طار طار ابو نوري لا تمزح معي انا ما يرعي لك ناولني الديك خليني امشي ما بمزح معك يا ابو وصفي عم بقول لك طار ابو نوري لك اطلع بديك عشان ما اطلع بروحك ديك ميت ومذبوح شو عم يطير يا ابو امني يا ابو رح ضربك رح ورجيك شو صار الله وكيلك بس هيك شو
انا كنت واقف هون عم سل السكينه الله وكيلك عم بعمل هيك 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 فجاه الديك عمل وطار. معقول يكون هذا؟ معقول لك انت على هون تاخذ تعطي معي انا مجنون يحكي وعايل يسمع يخرب بيتك من حالك جنبي طير مذبوح ميت لك جنبي طير ما بدي يكون ما بدي احسن ما اطلع بروحك لك اطلع احسن ما اطلع بروحك هاي بيتك هذا بدي طيرك بدي طيرك بدي يخرب بيتك عم بحكي لك بعين عنا بعين عم بصيح لك عتلة لك عتلة لك شو شفيت شهري لك شفيت شو اللي صاير لك احكي شفيت عم بصيح لك هذا الضلالي جبت له ديك مشان يقطعه وينطفه مشان اعمل فيه طبخه ظريفه وقال لي ارجع بعد ساعه مشان تاخده رجعت قال شو قال ديك طار 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 لك بحياه الله لك في حدا بيصدق في حدا بيصدق ويقول انه ديك مدبوح بيطير لك شو هالحكي ديك لك بيطير مدبوح طار لك شو هالحكي ها؟ لك هذا الشيء بيجنن هذا الحكي؟ اي والله حكي ما بيتصدق يا ابو نوري ما هيك بالله بده يطلع بروحك لك طول بالك يا ابو نوري يا ابو نوري يخرب بيته لك وين راح؟ لا 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 مسكر الباب لا ابن هون تعال يلا شد حيلك شوي شد حيلك شد حيلك ها ويلي على مهلك يا بي الله يرضى عليك من فوق بدي لا قصيتهم قصيتهم لك يا ابني الله يرضى عليك من فوق انا عم بقول يعني من فوق لك الله لا يوفى عم تضحى لك منين جيت انت يا بي لك قتلت ابي لك الله لا يوفى يا بي لا 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 ما لا لا يا سعيد شو لا خلاص خلاص لا 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 بقول على رأس ولا شو شو نساوي أبو أرزو شو شو لك أنت عبدو ما ليشي أنا شاهد شاهد وانتو شهود ما أجي استنوني هنيك لما عتاش شاهدتكم بنادي لكم يلا سعيد مين أول واحد فيكم له حق عنده لأبو نوري؟ أنا زعيم عاد الضلالي هاد ماشي اتكل على الله أنتوا كمان استنوني هنيك يلا نشوف ماشي رح نستناكم أنا بورجيك يا أبو نوري لا خلصنا بقى ببعث لكم خبر واحد واحد ها أمرك زعيم شرف النص فيك يا الله تشوف عود عود كمان ورز وهي علي إيه النص فيك لا خلصنا بقى شبك عود هذا اللي صار يا زعيم طيب انا شو بعمل معقول يا زعيم معقول لك هذا الكلام بفوت بالعقل ديك مذبوح بيطير لا حول ولا قوه الا بالله ابو صفي انت انسان مؤمن مظبوط ايه نعم انا بامن بالله ورسوله وملائكته كمان لا اله الا الله محمد نبينا رسول الله والله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم تمام بما انه الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم معناته ممكن يخلي الديك يرجع يعيش ويطير كمان ايوه ما شو قلت عوضي على الله عوضي على الله ونعم بالله بيطير ايش حتى ما يطير بيطير زعيم بيطير السلام عليكم الله معك عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زعيم هلا بعد جد بيطير لك انت شو عامل ها؟ صاحبي انا مالي عامل شيء كله من ورا الديك اللي اخذته انت خلص خلص لا تاكل هم انا بحل لك قصه كلها لا تاكل هم يا زعيم انا شمعون من حاره اليهود وهذا الزلمه قلع لي عيني بسكينته الله وكيلك مو قصدي يا زعيم الله وكيلك مو قصدي لك قصدك ولا ما قصدك انا بدي حقي منه زعيم
شو الحق اللي بدك يا نقلع له عينه مثل ما قلع لي عيني؟ تقلع له عينه بس. اسمع اخي شمعون، الدية اللي بده يدفعها المسلم لواحد من غير دينه بدها تكون النص. ما انا اذا بدي قلع له هلا نص عينه ما راح تزبط القصه، وتضل نص عينه الثانيه بخلقته. بقى مشان هيك اذا بدي قلع له عينه بدي قلع لك عينك الثانيه لحتى تزبط الدية. بقى شو قلت؟ لا زعيم، لا تقلع لي عيني ولا بقلع له عينه، الله يسامحه دنيا ودين. الله معك، مع السلامه. شرفنا في جمعون. لك شو هذا؟ لك ما لك تارك حدا من شرك. لك يا زعيم انا مالي على كله من ورا الديك تبعك. خيلتي بقصه الديك. اخ يا زعيم اخ، لك اخ نفسي اشرب من دمه هذا اللي قاعد جنبك. لك نط من على الحيط واجا فوق ابي وقتله. يعني شو؟ دم ابي برقبته، برقبته. لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله على ابوك. الله يرحمك يا ابي. ايه يا ابني ابراهيم، هلا بنروح لنفس القرنه اللي مات فيها ابوك. انت بتطلع على الحيط ماشي الحال، ومنخلي ابو نوري يتسطح بهالمكان ما تسطح ابوك، وانت بتنط عليه وبتاخذ حقك منه. هلا لما بتنط اكيد راح يموت ابو نوري. بس زعيم يعني الحيط عالي كتير، وبخاف اذا انا نطيت فوقه لابو نوري يروح يمين او شمال، ساعتها انا بتكسر او انا اللي بموت كمان. والله مشكلتك يا مرعي. شو مشكلتي؟ ما مشكلتي. ولك زعيم عم بقول لك هذا قتل ابي، قتله. وليش ابوك ما تحرك يمين او شمال؟ اه لو تحرك كان وقع ابو نوري وتكسر، وابوك ما صار له شيء. معي يا مرعي، المكتوب يا ابني ما منه مخلوق، هذا قدره لابوك رحمه الله عليه، قدره. لو مو قدره كان ما صار له شيء. تمام؟ ولو ما اديك هرب ولحقوا ابو نوري ما كان صار اللي صار ومات ابوك. بقى يا مرعي، ابو نوري ما عليه حق ابنه، كل الحق عديك. مظبوط زعيم، كل الحق عديك، وغير هيك الحق على ابي، كان لازم ياخذ يمين ولا شمال، كان ما مات. اخي قضاء وقضاء. لا اله الا الله. خاطرك زعيم. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. الله على مع السلامة. يا زعيم شفته والله حق عديك. عديك وعديك. يا زعيم لك يلعن ويلعن ساعة الدين، وساعة اللي فتح فيها محلات. يا الله يوفقك. وشجعك لحد يوم انت لكل الوقت انا عم نجي العالم.